السلام عليكم اخوتي اخواتي في الله متتبعين سلمى براني اوفيسيال. اليوم اخوتي جينا نهضروا على الاخوات المصريين اللي كيخرجوا بواحد الكلام اللي ما له لا معنى ولا منطق ولا حتى حاجه. هما اصلا ما كاينينش لا في المغرب ولا في المكان ديال الواقعه اللي وقعت فيه الكارثه اللي فيها البير اللي طاح فيه ريان. علاش هاد الاخوان هادو ولا هاد الناس هادو كيخرجوا بواحد الاقوال وبواحد التصريحات وبواحد القيل والقال اللي ما كاينش نهائيا؟ يعني الانسان ما كيعرفش الحقيقه وكيبدا يبلز ويخرج في الهضره وشي حوايج اللي ما كاينينش اصلا كيقولوهم. لا واه السحر الابيض ولا واه السحر الاسود ولا واه بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخوتي الجن والى اخره. علاش الناس كتهضر بواحد الكلام اللي ما كاينش نهائيا؟ كما كنعرفوا حنا كاملين ان ريان مسكين طاح في البير، كتب عليه وطاح وهذا هو المصير ديالو، والله يكتب علينا مكاتب الخير ان شاء الله ويحفظ جميع المسلمين والمسلمات. خوتي كما كنعرفوا ان ذاك البير كله محفور كامل فيه الخطر وضيق، ويعني فيه بزاف ديال الحجر. الانسان باش غيطيح في داك المكان اللي هو ضيق بزاف اكيد غينكسر فيه بزاف ديال المناطق في الجسد ديالو. هاد الطفل ريان مسكين ملي طاح في هاد الحفره ديال البير، يعني بما انه ضيق وفيه الحجر تهرس مسكين من كما قالوا الاطباء وكما قالوا الام والاب ديالو من الرقبه ديالو، وايضا تهرس من اليد ديالو، وما عرفناش شنو اخر لان اصلا مازال ما شفناش صراحه، ما خرجوش بالتصريحات ديال الطبيب اللي دار الطبيب ديال التشريح، ما قالش فاش داروا العمليات ديال التشريح وديك الشيء، ما قالولناش يعني شنو هو السبب الوفاه. ولكن راه باين اخوتي الا جيتي تشوفوا الانسان كيفاش كيجلس غير يومين ثلاث ايام بالجوع والعطش، عاد ما بالوك البرد والضيق والظلام والخلعه والواحد الحاله اللي كان فيها اللي زعما شنقول لكم ما يعلم عليها غير الله سبحانه وتعالى. وفوق هادشي خوتي حنا كنقولوا لوه السلطه ما دارتش كيقولوا ايضا، ماشي حنا اللي كنقولوا، كيقولوا ان السلطه ما قامتش بالاعمال ديالها كما يجب. لا عفوا، ان السلطات المغربيه الحمد لله الملك ولا حتى الدرك المغربي الدرك الملكي والشرطه وكل شيء قام بالواجب ديالو، ولا حتى الفرقه ديال يعني المجموعه ديال اللي كيقاموا بهاد الاعمال ديال الحفر والى اخره، كلهم ناضوا داروا مجهودات وخدموا ليل ونهار 24 24 ساعة بدون أكل وبدون شرب وبلا ما يرنعسوا بلا ما يجلسوا بلا ما يرتاحوا وبلا ما يغمضوا حتى عينيهم غير باش يخرجوا الطفل ريان. والحمد لله أنهم خرجوه، ولكن للأسف الشديد قدر الله ما شاء فعله، توفى صافي وقف الأجل ديالو، هذا هو المكتب من عند الله سبحانه وتعالى، قدره أنه يموت، ما قدرش عليه الله أنه يكمل حياته. فالانسان ما ماشي بحال، شوف ريان اللي هي حسن من هنا، لان ريان طير من طيور الجنه الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله، الله يلحقنا به مسلمين يا ربي وحتى حنا نكونوا من اهل الجنه، لان ريان بالعكس ربح الجنه وربح والديه الجنه.